بمشاركة أكثر من 2200 عسكري يمثلون جيوش 22 دولة انطلقت الدورة الثالثة للألعاب العسكرية الدولية في منطقة ألابينو في روسيا، وتجري هذه الألعاب في 5 دول في الوقت نفسه، وهي روسيا والصين وأذربيجان وكازاخستان وبيلاروسيا، وتشارك دولة الكويت بوفد عسكري. دولة الكويت نشارك لرابع سنة في هذه المسابقة الدولية العسكرية، وحرص قيادتنا العسكرية على تواجد دولة الكويت مع الدول العظمى، ونحن نعتبر من المؤسسين لهذه اللعبة، حيث ابتدأنا من سنة 2014 كأول دولة عربية ومن الشرق الأوسط، والحمد لله يعني قدمنا يعني عرض مميز لهذه السنة، وفي تطور دائما سنة بعد سنة والحمد لله، وهذا يدل على حرص قيادتنا السياسية والعسكرية. تتنافس الدول المشاركة في سباق الدبابات بياتلون على سباق العربات والسرعة، وكذلك رماية المدفع الرشاش ودقة التصويب، وامتد التنافس بين الدول المشاركة على 3 مراحل. 3 أيام احنا تدربنا، طبعا لابد المشاهد يعرف ان الدبابة هذه تي 72 ما هي دباباتنا الأصلية، لكن التوجيه لمن الأمر على أساس أن مشاهدة الفرق الثانية والتدريب معها والتعرف على الجيوش الثانية وأخذ الخبرات منها. قدمت روسيا قبل 2 لونا جديدا من الرياضات العسكرية بياتلون الدبابات، وتتطور هذا العام إلى نسخة أولى من الألعاب العسكرية الدولية في تسجيل رقما قياسيا في دقة التصويب والسرعة، وقد أمنت الدولة المضيفة روسيا جميع المعدات العسكرية اللازمة للفرق المشاركة. عضو لجنة تحكيم مسابقة دبابات بياتلون، أنا أمثل الفريق الكويتي في لجنة تحكيم المسابقة هذه. عملي ينقسم إلى جزئين أساسيين، الجزء الأول هو الإلمام في قوانين ومسابقات البطولة وشروط الأمان فيها وبلاغ لمنتسبي الفريق أكيد، والجزء الثاني يتم تحكيم على باقي الفرق المشاركة معنا، احنا 19 دولة مشاركين في البطولة الدبابات، وأيضا اعتماد نتائجهم في الاجتماع اليوم اللي يتم بصفة يومية هنا بروسيا. حرصت الدول المشاركة روسيا والكويت والصين والهند وبيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وصربيا وفنزويلا ونيكاراغوا وأنغولا وكرغستان ومنغوليا وطاجكستان وأرمينيا ومصر وسوريا على إظهار براعة ومهارة قواتها العسكرية. حقيقة استقبال الجيش الروسي لنا كان استقبال جيد والتنظيم أكثر من رائع، وإحنا تنظيم هذا استفدنا منه كثير، يعني طبقنا عندنا بالكويت مثل هالميدان هذا، وإن شاء الله من سنة لسنة راح يتطور الفريق الكويتي. تعمل الدول على تشكيل الجيوش للهجوم والدفاع وخوض الحروب أو فض النزاعات، ولكن هذا لا يعني أنها لا تخوض أيضا تجارب ومهمات أخرى، منها التنافس الرياضي وإقامة الألعاب.